تابعنا معكم مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي لرئيس جولة إخبارية متجددة على نيل الأخبار. أهلا بكم. مرحبا بكم، ونبدأ من مصر حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقتدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفا عن المواطنين. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس اطلع في هذا الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، خاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة. وفي هذا الصدد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيره الكهرباء والبترول جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف مع العمل المكثف وفقا لخطة زمنية محددة لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذا في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة. كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين. كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج بهدف خفض تكاليف الاستيراد فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المضطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضا في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم العمل من أجل توفير بدائل للطاقة الكهربائية عن طريق التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. كما أشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة إلى ضرورة الإسراع في عملية الربط الكهربي مع كافة الدول المجاورة من أجل الاستفادة القصوى من إنتاج الكهرباء بتلك الدول. إحنا مش ساكتين فقط عشان أعدي الصيف ولا عشان النهاردة ان انا فقط اتكلم على الفترة القادمة، لكن احنا حاطين حلول النهاردة وزارة الكهرباء ووزارة البترول ازاي يبقى على الصيف الجاي عندي احتياطيات
كبيرة تؤمن الدولة المصرية. ويمكن أنا اتكلمت على هذا الموضوع من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، إزاي نزود كميات كبيرة في الشبكة خلال الفترة الجاية، إزاي نعتمد على عملية منظومة الربط الإقليمي مع الدول العربية المختلفة عشان نقدر كلنا مع بعض نستفيد. بمعنى إيه؟ إن أنا ممكن لما بزود ربطي مع الدول المجاورة ممكن في فترة معينة بيبقى عندي أنا، مش هي دي ساعات الذروة، هو بياخد مني كهرباء واجي بعديها في وقت الذروة بتاعي أنا أخد منه، فيبقى بالتالي إحنا الاتنين بنساعد بعض. هو ده الفكرة اللي إحنا بنشتغل عليها، وإن إحنا بنسرع في عملية الربط الكهربائي مع كل الدول المحيطة بينا علشان نقدر إن إحنا نفيدهم وأيضا إحنا كمان نستفيد، لأن ده بيفيدنا في تقليل الأحمال في وقت الذروة في خلال الفترة القادمة. وللمزيد من المتابعة معنا من مقر اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة مراسلنا حمادة العربي. حمادة، بعد التحية أطلعنا عن آخر ما تم تناوله في هذا الاجتماع من موضوعات وقضايا، تفضل. بالفعل يمكن بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء كان هناك مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي تحدث فيها عن أمور كثيرة، أهم هذه الأمور هو ملف الطاقة. ويمكن كما ذكر في صدر هذه الأخبار أن هناك خطة لدى الحكومة بزيادة موارد الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة أيضا إلى عمليات الربط ما بين مصر والدول الجوار لزيادة استخدامات الطاقة بين الطرفين بشكل كبير. يضاف أيضا إلى ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الملف بشكل كبير. رئيس الوزراء أيضا تحدث أنه تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تأكيدات لجميع الوزراء والمحافظين بضرورة التواجد الميداني بشكل كبير على أرض الشارع والتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه سواء الأجهزة التنفيذية أو المواطنين على حد سواء، وحل تلك المشكلات ليشعر المواطن بفرص من الرضا عن أداء الحكومة بشكل كبير على أرض الشارع. طبعا في البداية وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لرئيس مجلس النواب ولأعضاء البرلمان على منح الثقة للحكومة، وقال أنه سوف يكون هناك متابعة شهرية لعمل الوزارات والمحافظين، إضافة أيضا إلى عرض شامل لخطة الحكومة على مدار الستة أشهر القادمة أمام البرلمان، إضافة طبعا إلى وضع الأجندة التشريعية المطلوبة لعرضها على البرلمان. تطرق بعد ذلك رئيس مجلس الوزراء لعدد كبير من الملفات وخاصة ملف الدين والديون المصرية، وقال أنه انخفض الدين بما يقارب 14 مليار وهو رقم كبير لم يحدث منذ فترة طويلة، ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار خلال هذه المرحلة. أيضا تحدث عن زيادة حجم النقد الموجود في مصر وحجم الاحتياط ليصل إلى ما يقرب من 46 مليار دولار وهو رقم كبير أيضا للغاية، وتحدث كذلك عن سداد مديونيات الشركات الأجنبية وأيضا زيادة حفر المزيد من الآبار البترولية لإحدى هذه الشركات الإيطالية خلال الفترة القادمة. وأيضا جاء الحديث عن صندوق النقد الدولي وأكد أن هناك متابعة مستمرة للملف المصري وأنه هناك حرب شائعات كبيرة تواجه مصر خلال هذه المرحلة. وتطرق وسرد رئيس مجلس الوزراء والمصارعة ومواجهة تلك الشائعات بشكل كبير. من ضمن حديث رئيس الوزراء أيضا الأمن السبراني والذي يمكن حدث يوم الجمعة الماضي وبعض الهجمات التي تبينت في النهاية أنها عطل في إحدى الأنظمة التابعة للشركات العالمية. قال رئيس الوزراء أن مصر لديها خط واثنين وثلاثة من خطوط الدفاع والتعاون مع الشركات الخاصة والعاملة في مجال التكنولوجيا بشكل كبير للاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة لدى مصر والحفاظ عليها من أي عمليات اختراق أو أعطال فنية قد تحدث في المستقبل. يضاف أيضا إلى ذلك أن هناك يعني خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمواجهة عدد كبير من التحديات التي
كادت أن تكون تطرأ بشكل شبه يومي أو أسبوعي على الأقل، لابد أن تواجهها الحكومة بشكل كبير. يمكن اختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه عن ضيوف مصر وقال أن ضيوف مصر لديهم كل الراحة والإمكانية للتعامل في مصر بشكل كبير، لكن عليهم الالتزام بالقوانين واتباع كافة الإجراءات التي تفرضها الدولة المصرية. شكرا لك حمد العربي مراسلنا، كنت معنا من العالمين الجديدة بمقر اجتماع الحكومة، شكرا جزيلا لك. وفي إطار ما أفاد به دكتور مصطفى مدبولي، أضاف رئيس الوزراء أن حجم الاستهلاك من الوقود تجاوز 38 جيجا نظرا لدرجات الحرارة الشديدة وموجات الحر المتواصلة، لذلك هناك حالة طوارئ مستمرة. وأكد مدبولي أن حجم الاستهلاك من مختلف أنواع الوقود بلغ الحد الأقصى. الموضوع مش فقط كمان موارد مالية، لأن حجم الاستهلاك اللي احنا قسنا أو حصل في خلال اليومين اللي فاتوا فوق أي تصور كان ممكن يبقى موجود. احنا تجاوزنا 38 جيجا، يعني وصلنا 38.5 جيجا، أرقام حجم استهلاك فوق ما يمكن ان احنا كنا ممكن نتخيله. هيتقال هو انتوا مش مخططين لهذا الموضوع؟ لا، احنا كنا حاطين دراساتنا، لكن ما حدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار، مش بتقعد يوم ولا اتنين، ده بنقعد اسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة. فأرقام مخلية ان الموضوع احنا في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة، وبالتالي بقى حجم استهلاكاتنا من مختلف انواع الوقود الى اقصى حجم ممكن. انا بتكلم هنا على غاز طبيعي، بتكلم على مازوت، وبتكلم على سولار ابتدينا ندخله أيضا عشان نؤمن توليد الطاقة للدولة المصرية كلها. وتعهد الدكتور مدبولي بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة. نعم، وأضاف مدبولي أنه تم التأكيد على الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني مع السادة الوزراء خلال الفترة المقبلة. طلبت من السادة الوزراء كل فيما يخصه يقدم برنامج تفصيلي كامل لبرنامج الحكومة بخطط بتبقى إن شاء الله هتكون في متابعة. إحنا تعهدنا أن بنقدم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب، ولكن إحنا على مستوى مجلس الوزراء هيكون هناك متابعة شهرية للإنجازات اللي بتتم في كل وزارة علشان نبقى قادرين إن شاء الله على المتابعة، بحيث لو حصل أي نوع من الانحراف نكون قادرين على يعني تعديله أو تصويبه بأسرع وقت ممكن. فالحقيقة يمكن كان هناك تأكيد أيضا على التواجد في الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من كل السادة الوزراء في خلال الفترة القادمة والاستمرار على هذا الموضوع. يعني الموضوع مش يعني أنا يعني قلتها لهم كده، ممكن تكون هناك حماسة يعني في الفترة الأولى، وبالتالي أنا مش عايز إن أنا ألاقي من السادة الوزراء بعد كده إن الموضوع يعني فتر حماسهم وما بقاش فيه الزيارات الميدانية. هذا الموضوع لازم يبقى جزء من أجندة العمل الأسبوعي. وأكد رئيس الوزراء أنه عقب المشكلة التقنية التي وقعت وأحدثت مشكلات كبيرة في قطاعات البنوك والطيران، تم اتخاذ إجراءات داخل مجلس الوزراء حيالها تحسبا لأي هجمات سيبرانية. يوم الجمعة حصلت المشكلة الكبيرة بتاعت التقنيات، وابتدى يتقال ان في هجمة سيبرانية عالمية غير مسبوقة، وبعد ما الدنيا كلها قامت في العالم كله واضطرينا ان احنا طبعا على طول كان في نفس اللحظة اتفتح الأزمة وابتدينا نتابع الموضوع، بعد كده تبين بما لا يدع مجال للشك ان هو مشكلة تقنية فنية حصلت في تحديث برامج وحماية، والكلام ده كله ادت ان هو كان البرنامج مش معمول بطريقة سليمة من الشركة العالمية، وراح موقع الكمبيوترات واجهزة حاجات كتيرة واثر على الطيران وعلى البنوك وعلى كل ده في كل حتة في العالم. النهاردة كان ده محور نقاش، وكان لسه من يوم أو اتنين كنا عاملين اجتماع امبارح لهذا الموضوع، ولكن النهاردة خدنا إجراءات وقرارات جوه مجلس الوزراء عشان تحسبا من لو لا قدر الله في هجمات سيبرانية أو لو حصلت مشكلة زي دي تانية هنتعامل معها ازاي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواجه كما هائلا من الشائعات بهدف إشاعة حالة سلبية في المجتمع، وأن هناك فئة تحاول نشر حالة الإحباط والطاقة السلبية في المجتمع المصري. وأضاف مدبولي أنه يجب تنمية الوعي بحقيقة ما يثار من شائعات ضمن حروب الجيل الرابع والخامس. حضراتكم كمصريين لازم ناخد بالنا، في ناس قاعدة، يعني أنا آسف، متفرغة لإزاي أن أنا أشيع حالة من الطاقة السلبية والإحباط في الدولة المصرية، فلازم نبقى واخدين بالنا ان احنا الامور ازاي ماشية، واحنا كدولة يعني بنتعامل والحكومة بتطلع وبتتكلم بصورة عامة، لكن احنا كمان لازم نبقى واخدين بالنا من تداعيات اللي بيحصل، ان كل يوم في غرض ان يعني يبقى في نوع من الاخبار، يعني انا اسف، المغلوطة والسلبية اللي يعني تؤدي ان الناس تبقى يعني مهمومة وزعلانة ان في حاجة بتحصل، وده جزء من اللي احنا قلنا عليه حروب الجيل الرابع والخامس اللي بتحصل على مستوى العالم. أكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن سبب أزمة الدواء هو عدم توافر العملة خلال الفترة الماضية، حيث إن 40% من كل منتج دواء مستورد، الأمر الذي أثر على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام. وأضاف الغمراوي أن الدولة تقوم بالعديد من المبادرات لمساعدة المصنعين لبناء مخزون استراتيجي. حابب بس أطمن الجميع أن دي أزمة، ومش عايز أسميها أزمة، هي دي مرحلة وهتعدي، لكن عشان أقول هو سبب اللي حصل ده إحنا وصلنا له ليه، وصلنا له عشان إحنا مفروض أن 40% تقريبا من كل منتج دوائي بيجي مستورد من بره. عدم توافر العملة في الفترة اللي فاتت أو نقصها في الفترة اللي فاتت أثر على المخزون الاستراتيجي اللي موجود من العملة، سوري، من المواد الخام في 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 المصانع. احنا كنا ملاحظين ده، علشان نرجع نعيد انتاج او نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، ده اللي احنا بنعمله النهارده. اكتر من مبادره، طبعا في مبادره دلوقتي بندرسها ان احنا ازاي نساعد المصنعين ان هم يبنوا مخزون استراتيجي عشان نرجعه مره ثانيه للاربع شهور. بنشتغل دلوقتي مع هيئة الشراء الموحد، وده ضلع فعال في المنظومة، ان ازاي نبني مخزون استراتيجي من المواد الخام الأساسية اللي احنا حددناهم حوالي 580 مولكيول او 580 صنف دوائي. عشان اقول هل في نقص فعلا في الدواء ولا مفيش نقص في الدواء، عشان نعرف كلمة نقص، هل النقص ده حاجة خاصة بمصر بس؟ لا، هي موجودة في كل انحاء العالم. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد كلف الوزراء بإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة ملاحظات نواب البرلمان. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العالمين الجديدة، واجه مدبولي بالتعامل بكل حزم مع أي تقصير من جانب الجهات التنفيذية وفقا للقواعد والقوانين المنظمة للعمل. كذلك أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار جهود المجموعة الاقتصادية لمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عدد منها تحسنا ملحوظا خلال الأونة الأخيرة، ومن أهمها انخفاض معدلات التضخم، وأيضا التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه إلى مستوى 46.4 مليار دولار.
قام سفير مصر في مالي السفير طارق عبد الحميد بتسليم شحنة مساعدات غذائية إلى مؤسسة تومانيتوري للطفولة، وهي المؤسسة التي تترأسها السيدة الأولى سابقا حرم رئيس الجمهورية الأسبق المالي أمادو تومانيتوري. وأكد السفير المصري أن مصر لا تدخر وسعا في سبيل مساعدة الأشقاء الماليين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة من أطر التعاون المستمرة بين مصر ومالي. من جهتها أعربت رئيسة المؤسسة عن تقديرها لمبادرة الجانب المصري، مؤكدة على خصوصية العلاقة التي تجمع الدولتين الصديقتين. يلا يا شباب حطوا ايديكم في ايدينا نبني مصر من جديد. يا شباب مصر محتاجه لكم، ما تيجوا نشتغل وبجد. مع تحيات شركة جرين ماجيك للإنتاج الصناعي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك لليوم 292 على التوالي، مخالفة عشرات الشهداء والجرحى، وذلك وسط تحذيرات من انتشار الأمراض المعدية وانهيار كامل في المنظومة الصحية. متابعة ونظرة أكثر قربا للمشهد الفلسطيني الراهن على خلفية هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بصحبة محمد. شكرا ريهام، وبالفعل مشاهدينا متابعة أكثر لهذا الملف بعد الفاصل. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أهمية ممارسة الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لحثها على وقف الحرب في غزة والتواصل لحل سياسي دائم. وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الكرواتي جوردن غريلك ريدمان، وجه عبد العاطي الشكر للجانب الكرواتي على الدعم الذي أظهرته زغرب في مسار ترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن تطلع مصر لاستمرار هذا الدعم بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أبدى وزير الخارجية خارجية كرواتيا اهتمام بلاده بدفع أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، كما أكد أهمية استمرار التنسيق المتبادل إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نفى مصدر رفيع المستوى وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، كما نفى المصدر الرفيع وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية للتباحث أو للتهدئة. كذلك قال المصدر الرفيع المستوى أن نفى أيضا قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة. وقال المصدر الرفيع المستوى إن ما يتم تداوله بشأن مقترح التهدئة هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب نتنياهو بالكونغرس. كما شدد المصدر الرفيع المستوى أن نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين. كما أشار المصدر الرفيع المستوى إلى أن نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات تكثيف عمليات الإغاثة بالقطاع وتحقيق تقدم بالهدنة.
تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انقسامات عميقة بين المشرعين الأمريكيين وتباينا في آراء الجمهور الأمريكي واحتجاجات كبيرة اليوم عندما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي للمرة الرابعة، وهو رقم غير مسبوق لزعيم أجنبي. ومن المقرر أن يركز خطاب نتنياهو على تنسيق رد الفعل الإسرائيلي والأمريكي حيال الوضع المضطرب في الشرق الأوسط، حيث تتزايد مخاطر اتساع رقعة الحرب في غزة وتحولها إلى صراع إقليمي. تساؤلات عدة تطرحها زيارة رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حول ازدواجية المعايير الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. فبعد نحو 10 أشهر من الحرب المستعرة في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 39,000 شهيد ونحو 90,000 مصاب وآلاف المفقودين، يتم استقبال نتنياهو بشكل رسمي ويسمح له بإلقاء خطاب في الكونغرس في رسالة واضحة على الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال. وبحسب الجدول المعلن للزيارة، سيلتقي نتنياهو خلال تواجده في واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بالإضافة إلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الأمر الذي يشير بوضوح للدعم الأمريكي المطلق للسياسات الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. الزيارة الحالية لرئيس حكومة الاحتلال لم تكن الأولى لمسؤول إسرائيلي إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، حيث سبقه عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، بينما لم يتم استقبال مسؤول فلسطيني واحد في واشنطن خلال تلك الفترة، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدية الولايات المتحدة كشريك نزيه في التوصل لأي حلول للقضية الفلسطينية. وفي تأكيد واضح على الدعم الأمريكي لإسرائيل وفي اعتراف صريح أيضا بذلك الأمر، صرح نتنياهو قبل السفر إلى واشنطن عزمه توجيه الشكر للرئيس بايدن على دعمه الكامل لإسرائيل خلال تلك الفترة، مؤكدا أن واشنطن ستظل حليفا قويا لتل أبيب بغض النظر عن هوية الرئيس القادم. دعم أمريكي متواصل لدولة الاحتلال وعدوان مستمر منذ عدة أشهر وأوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب، أمور تزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية، بينما يدفع الفلسطينيون وحدهم ضريبة الاحتلال الإسرائيلي وعدم حيادية الموقف الأمريكي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي الإنساني. الدكتور منير برحب بك. وبداية، يعني نتنياهو يلقي كلمة في أمام الكونغرس للمرة الرابعة، وهي رقم غير مسبوق لزعيم أو لرئيس أجنبي عن الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت بالأمس خلال 24 ساعة الماضية هناك 3 مجازر جديدة في قطاع غزة يرتفع مع أعداد الشهداء. كيف ترى المشهد وما الذي يعني سنصل إليه؟ يعني ما الذي سيفعله نتنياهو في الفترة القادمة؟ هل سيستمر في عدوانه أم أن ربما نجد رد فعل من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول ضغط عليه من أجل إيقاف هذه الحرب والمجازر الوحشية التي يقوم بها؟ شكرا على الاستضافة. للأسف الشديد يعني لا يزال نتنياهو يحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة. إدارة بايدن الحالية لم تقيد نتنياهو في حربه على قطاع غزة، بل دعمته في جميع مطالبه تقريبا، باستثناء أنها أوقفت شحنة أسلحة فيها قنابل قوية وثقيلة جدا، ولكن من دون ذلك الأمر فهي كانت داعمة له بالمال وبالسلاح وأيضا بالتحصين الدبلوماسي في المحافل الدولية المختلفة. نتنياهو يصل اليوم للحديث أمام الكونغرس في استعراض للقوة أمام السياسيين الأمريكيين المختلفين. هو يحاول، لأنه يذكر المناسبة الأخيرة التي فعل فيها هذا الأمر، عندما كان هنالك بعض الخلافات الخفيفة بينه وبين الرئيس الأسبق أوباما، فذهب إلى الكونغرس وصفق له الكونغرس بطريقة عجيبة لا نراها إلا في يعني الدكتاتوريات الكبرى. يعني كان كل بضعة دقائق يقف أغلب أعضاء الكونغرس ومصفقين على كل كلمة يقولها نتنياهو.
ربما هذا المشهد لن يتكرر بنفس الشكل اليوم. اليوم هنالك على ما يبدو حوالي 50 عضوا من أعضاء الكونغرس قرروا أن يقاطعوا زيارة نتنياهو. اليوم هنالك عدد كبير من المتظاهرين سواء ممن دخلوا إلى مبنى الكونغرس أو المتواجدين في أماكن مختلفة في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، وبالتالي المشهد مختلف تماما. صحيح أن يعني نتنياهو لا يزال يحظى بالترحيب العام من قبل الولايات المتحدة، وربما بحسب الظروف الموجودة الآن في الولايات المتحدة لن يجرؤ أحد على عدم الترحيب به، ولكن مع ذلك هنالك أمور امتعض منها. مثلا يبدو أن كاميلا هاريس لن تحضر في، يعني قالت أنها لن تحضر في خطابه في الكونغرس، وهو عبر عن امتعاضه بهذا الأمر. وأيضا هنالك الكثير من المظاهرات، بالتالي استعراضه للقوة والعضلات في هذا المحفل وفي هذا اليوم لن يكون برأيي كما فعل، ولن يعني يؤتي نفس الثمار ربما التي جاء بها قبل بضعة سنوات. ولكن نتنياهو لا ينوي أن يوقف العدوان على قطاع غزة، لديه هو متشدد ومتطرف، ولديه حكومة من الأكثر تشددا وأكثر تطرفا. هم س يعني يوقعوا هذه الحكومة في حال وصول نتنياهو إلى اتفاق حول قطاع غزة، لأنهم يريدون استمرار الحرب وإعادة استعمار قطاع غزة بالمستوطنات الإسرائيلية والاستمرار بطرد أهلنا من كافة أنحاء قطاع غزة وخلق واستمرار الأزمة الإنسانية التي يخلقونها من أجل إما قتل الفلسطينيين أو طردهم. بالتالي أنا أشك بأن يكون في هذه الزيارة ما يكفي من الضغط على نتنياهو من أجل وقف هذا العدوان. وطبعا هذا الأمر ينقل المسؤولية في الضغط لدول أخرى غير الولايات المتحدة. في هذه الأيام وفي هذه الظروف علينا أن لا نأمل الكثير من الولايات المتحدة، هي حليف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، هي تؤيد إسرائيل في كل شيء، هي تحصن نعم. إسرائيل من كل المساءلة والمحاسبة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي الإنساني، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا هذا وكل ما لدينا في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، ونعود مرة أخرى إلى الزملاء ريهام رجائي ومحمد عاطف بعد فاصل. نواصل متابعتنا في هذه الجولة. بدأت المنافسة المحمومة بين المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي. وسرعان ما تقدمت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية لعدم أحقية استخدام كامالا هاريس الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. لم يكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ينسحب من سباق الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في 5 نوفمبر المقبل. بدأ المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب معركته الشرسة ضد منافسته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. هذا وتقدمت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قانونيا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. وأيد بايدن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما الذي كان يخوض سباقا متقاربا مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب، أيد هاريس عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة.
وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن وحسمت الترشيح بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيحددون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، وذلك بحسب حملتها. وقالت حملة هاريس إنها جمعت $100 مليون عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها، وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية في غضون أيام قليلة فقط. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية. من جانبها هاجمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس منافسها دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي لها منذ ترشحها عن الحزب الديمقراطي بدلا من الرئيس جو بايدن، بينما أظهر استطلاع للرأي تقدمها بفارق ضئيل على مرشح الحزب الجمهوري. وفي خطاب مدته 17 دقيقة هاجمت هاريس بقوة نقاط ضعف ترامب، وقارنت تاريخ عملها مدعية عامة سابقة بسجله باعتباره مجرما مدانا. وتحدثت هاريس عن قائمة من الأولويات الليبرالية، قائلة إنها ستعمل في حال انتخابها على تعزيز القدرة على الإجهاض وتسهيل انضمام العمال إلى النقابات والتعامل مع العنف المسلح، مما يشكل تناقضا حادا مع سياسات ترامب. وكان التجمع صاخبا لدرجة تتناقض على نحو ملحوظ مع التجمعات الانتخابية الهادئة والأصغر حجما التي عقدها الرئيس الحالي، مما يعزز أمال الديمقراطيين في أن تتمكن هاريس البالغة من العمر 59 عاما من إحياء حملة كانت متعثرة في أثناء ترشح بايدن البالغ من العمر 81 عاما. وأصبحت هاريس المرشحة المفترضة للحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، وذلك بعد أسابيع من التوتر داخل الحزب وإظهار استطلاعات داخلية انهيار شعبيته في السباق أمام منافسي ترامب.